تفتكر إيه السبب اللي يخلي تابوت يتحرك؟ زلزال؟ حرامية؟ ولا ممكن الناس اللي فيها؟ دي قصة مدافن عيلة تشايس في بربادوس بجزر الكاريبي. كل ما ييجوا يدفنوا تابوت يلاقوا التوابيت التانية مش في مكانها. القصة بدأت سنة 1812 لما جم يدفنوا واحد من أفراد العيلة، فلقوا التوابيت التلاتة اللي كانت في المقبرة مش في مكانها. التحليل الأول اللي جه في بالهم إنهم حرامية. خليني أشرح لكم عن المقبرة. المقبرة دي عبارة عن حفرة في الأرض متغطية بلوح صخري تقيل متثبت بأسمنت. يعني لو حد عاوز يدخل المقبرة دي محتاج يكسر اللوح ده، غير إنه محتاج مجموعة كبيرة من الناس عشان تساعدك تحرك اللوح ده. بعد 7 سنين لما جم يدفنوا شخص تاني كسروا الأسمنت وزاحوا اللوح، والتوابيت الأربعة مش في مكانها. ساعتها أمر حاكم الجزيرة اللورد كومبرمير إنه يعيد ترتيب التوابيت ويرش طبقة رملية عليها يمكن تبين آثار أقدام، وقفل المدفن بختمه الشخصي. بس اللي حرك التوابيت مش حرامي ولا بيخاف من ختم الحاكم، لأن بعد سنة أمر الحاكم إنه يفتح المدفن وكان ختمه موجود زي ما هو. بس لما فتحوا المقبرة لقوا التوابيت مقلوبة فوق بعضها ومفيش أي آثار على طبقة الرمل. قرر الحاكم ينقل التوابيت لمقبرة تانية عشان كان شاكك إن السبب يا إما مطرة أو زلزال. طبعاً الحاكم ما استناش الجواب، ساب المقبرة مفتوحة ومحدش قرب منها تاني. لو أنت عندك تحليل منطقي زور المقبرة دي يمكن تشوف السبب، أو يمكن بس